شغل التلفون كده وين ويتنج انا لي ساعتين كلها يا اخي دقيقتين مشغول مع ودا الزين ودا الزين ولا بيبتو ودا الزين كان قبضته بوري واني سبته ما تزيد الغيرة حبتين انا اصلا لاقي زيك وين انت 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 بس ابقى واضح وما في دس انت 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 بس قلليها الغيرة نص وشايفاها البت العايزة كف ما لا بتعمل في صورك لف عادي يعني ما فيها شي انت كبري مخك ومشي الا هالسيدات بلقة قبل ادخل اشربك واملى بوستات بالبكة انت 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 بس رسمة في راسي قصص انت 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 بس خلي عندك دم وحس وشايفاكم بارح في الصالة عينك ما نزلت من هالة غيتو غيرتك جد بطالة صحبتك تقول من جمالة مالة حلوة وتتحبة انت اللي معينك حبة قريت عينك بتربى انت 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 بس خلي حركة اهو نص انت 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 بس شوفي ورقك ما تبص ثواني وبرجع لك يا نني ابوي في الويتنج مستني ايوه يا ابوي يا حنين ايوه يا اغلى الغالين خلي حنكك السنين شغل التليفون كده وين والله مع ود الزين نطم نطم السنين خليكي منه يا نور العين انت كيف يا اخ